يتغير عالمنا بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، مصحوبا بتطورات تقنية هائلة تعيد هيكلة العالم وتلقي بظلالها وتأثيرها على مجالات الطب والصحة، ليضاف لزخم التطور واختراع جديد وصف بالصغير والفعال يسهم في سلامة علاجات السرطان. يمتلك الباحثون الآن نموذجا جديدا لشريحة إلكترونية تنبض مثل القلب الحقيقي، ما يسهم في اختبار سلامة علاجات السرطان. ويشير فريق مركز سيدار سيناي الطبي في لوس أنجلوس، والذي يقف وراء تطوير الشريحة، إلى دورها المهم في اختبار سلامة علاجات السرطان، والتي ثبت أنها تخاطر بتلف القلب أثناء مكافحة الخلايا السرطانية. وتعد محاكاة نسخ مصغرة من الأعضاء البشرية في المختبر أداة ناشئة في الأبحاث الطبية. وبحسب موقع مايو كلينيك، يمكن لبعض أدوية العلاج الكيميائي التقليدي المستخدمة لعلاج السرطان أن تزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب، وقد تحدث مشكلة القلب مع العلاجات المستحدثة والمعالجة الإشعاعية. ومن شأن هذا الاختراع الجديد أن يحافظ على سلامة القلب، وتشمل الشريحة الجديدة تحسينات بالمقارنة مع نماذج شرائح القلب السابقة. نضج الخلايا التي طورها الفريق من الخلايا الجذعية البشرية المحفزة HIPSCS، وأهمها قدرتها على النبض مثل قلب الإنسان، إلى حد كبير بحوالي 60 نبضة في الدقيقة. الشريحة الجديدة تمكن أيضا العلماء تمكنهم من التنبؤ بمشاكل السمية المحتملة التي يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب أو موت الخلايا العضلية، من خلال محاكاة تدفق الدم والحركات الميكانيكية للقلب استجابة لبعض العلاجات الدوائية. ظلت الشريحة تعمل لعدة أسابيع، مما أتاح الفرصة لإجراء تحقيقات طويلة المدى حول كيفية تأثير الأدوية والعوامل البيئية الأخرى على القلب، وبالإضافة إلى المساعدة في تطوير أدوية أكثر أمانا. ستسهم الشريحة في تعليم العلماء المزيد عن تعقيدات أمراض القلب وكيف تبدأ وكيف تتطور وكيفية علاجها أيضا. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من دبي، نرحب بالدكتور محمد العاسمي، استشاري أمراض القلب والقسطرة وزميل الجمعية الأوروبية للقلب. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن لو صنفنا هذه الشريحة الطبية الإلكترونية، هل يمكن أن نضعها في إطار ربما الشريحة العلاجية أو الوقائية هنا؟ الحقيقة الشريحة، مساء الخير للجميع أولا. أهلا وسهلا. الشريحة هي شريحة تساعد. الآن في عندي مشكلة، معظم أمراض، لنبدأ ما هو السبب استمالها، معظم أمراض المرضى المصابين بالسرطان يجرى لهم معالجة كما تفضلت دوائية أو معالجة شعاعية، هذه تؤدي إلى إصابة قلبية بالإضافة إلى إصابة أعضاء أخرى، ولكن معظم الناجين من السرطان يموتون بسبب قلبي. بعد ما يتعافوا يجوا من السرطان، يكون القلب أتلف إلى درجة شديدة، أتلفت خلايا القلب وشرايين القلب، فيموتون من مرض قلب، ونحدث لهم موضوع جديد. يعني لا يموتون من المرض في حد ذاته، ولكن من المضاعفات التي يتسبب بها العلاج. طبعا قلنا نجوا من السرطان، خلصت مرحلة السرطان والقلب، ولكن القلب يتأثر كثير بالمواد الكيماوية خاصة ويتلف، ولذلك بعد فترات أشهر أو سنوات يموتون من مرض القلب وليس من السرطان نفسه، السرطان شفي نجوا منه. لذلك الآن الأبحاث تتركز على تحسين نوعية الأدوية. تحسين نوعية الأدوية لا نستطيع إجراءها، لا نستطيع الانتظار انه البشر عم ياخذوها وناخذ المعلومات انه الناس المصابين وتوفوا بعد وهكذا. اذا هناك حاجه شديده لاجراء ابحاث على ادويه جديده او ادويه قليله الاذى للقلب. فساعد، اجى موضوع الخلايا الجذعيه ساعدنا، موضوع الشريحه. الشريحه هي عباره عن طبعا جزء من جزء مصنوع من الخلايا الجذعيه، وجزء مصنوع صنعي بوليمرز تكون هي الأساس، وفي أنبوبين، واحد مسار للدم هو بشكل الشرايين، واحد للخلايا نفسها. هذول الخلايا من الجذع، الخلايا الجذعية معروف من السابق إنه الخلية الجذعية كانت تأتي من الجنين. البيضة لما تتلقح، البيضة والنطفة يتلقحوا بتصير خلايا، خلايا بتتكاثر وبعدين بتتميز. الخلايا المتميزة تتميز إلى جلد أو عيون أو عضلات أو أعضاء وهكذا. الخلايا المتميزة لا تستطيع تتكاثر كما هي،
نعم لا تستطيع أن تتحول إلى شيء آخر. فبالأول الخلايا الجذعية استعملت، صارت تأخذ الخلايا الجذعية الأساسية من الجين الوعي. موضوع ضعيف، لأنه بدك تأخذ الجنين وتوفر له خلاياه لبعدين، أو تستعمل الخلايا من الجنين لشخص آخر بصير في رفض. فما نجحت، موضوع خلايا الجذعية أخذ وقت طويل ليمشي. الآن في 2006 في عالم ياباني استطاع بال 2006 أن يعيد الخلايا المتميزة، يعني يأخذ خلايا من الجلد أو من العضلات وين ما كان، واكتشف أربع جينات تستطيع إعادة الخلايا المتميزة إلى مرحلة الخلايا غير المتميزة، والتي مما يعني أنه تستطيع هي أنه تصير خلايا قلبية أو خلايا كبد أو خلايا دماغ وهكذا وخلايا عصبية. نعم. فهذا الموضوع الإتش هيبسل رجعت للخلايا المتميزة، لذلك نال عليها طبعا جائزة نوبل بال 2012. فالآن تستعمل هذه الخلايا، انه خلايا تؤخذ من الخلايا الجسمية وتعاد الى مرحلة ما قبل التميز، وتستعمل مع المواد الرابطة او الجسور الرابطة ويصنع منها الشريحة. نعم. يعني بالتالي هذه الشريحة، يعني حتى نوضح، هي تزرع داخل الجسم، تزرع داخل الجسم او يجرى عليها تجارب، يجرى مباشره على التجارب، تزرع داخل الجسم يجرى عليها تجارب اكيد. فبصير نستطيع ان نعرف اي تشابه خلايا القلب، وبالتالي نستطيع ان نعلم مدى تاثير المواد المختلفه والادويه المختلفه على القلب، وبالتالي نستطيع تجنب، نستطيع نعرف ان هذا مثلا هذا الدواء سوف يؤدي الى كذا، سواء هذا الدواء، وبالتالي نستطيع ان نطور ادويه قليله الاذى للقلب. ولكن فهذا الموضوع، نعم نعم، وربما حتى نسأل حتى عن بعض التعليقات التي نسمعها، وأن هذه الشرائح الإلكترونية أن تم زرعها في جسم الإنسان قد تكون هي في حد ذاتها مضرة، وربما الجانب الإلكتروني في تلك الشريحة قد يكون مسرطنا وما إلى ذلك. هل هذه أساطير، يعني لا أدلة علمية عليها؟ لا يوجد أدلة علمية حقيقية عليها، لا تزال الموضوع جديد، ما بنعرف بعدين شو بده يصير. طبعا هذا كله عباره مثل لما يخترع اي دواء او اكتشف اي دواء او اكتشف اي جهاز من الاجهزه التي تزرع داخل الجسم، مثل البطاريات القلب، نفترض بالقلب الصمامات بطاريات القلب وهكذا، اكيد اخذت فتره لحتى نعرف ما هي مضار هذه الاشياء المزروعه. ولكن التجارب البدئيه الان تبين الى الان سلامه هذه الشرائح للفترات القصيره، لانه هي استعملت فقط لفترات قصيره. وإلى الآن لم يحدث أي شيء، ولكن التوقع ماذا سيحدث في المستقبل لا نعلم، ولكن هو فتح طبي، فتح الطريق أمامنا لإجراء مثل هذه التجارب. نعم، بدون ما تكون، نعم، بدون ما تأثر على القلب، وهذا سيفتح الطريق إلى زرع الشرائح لأعضاء أخرى. نعم. ليس بمرض مجرد سرطان، هذول الأمراض أخرى، جلطة القلب، جلطات نفس، واضح جدا. نعم، كيف يصبح ماذا؟ نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والمعلومات، وعلى المشاركة معنا في هذا النقاش من دبي، دكتور محمد العاسمي، استشاري أمراض القلب والقسطرة وزميل الجمعية الأوروبية للقلب.